هنأ رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر القس أندريا زكي الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثاني والسبعين وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير واكد القس اندريا زكي ان تلك المناسبات تذكرنا بتضحيات ابطالنا من رجال الشرطه المصريه الاوفياء بدورهم الوطني في حمايه امن بلادنا والمصريين كما وجه رئيس الطائفه الانجليزيه بمصر برقيه تهنئه لوزير الداخليه محمود توفيق بمناسبه عيد الشرطه المصريه